السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ هيثم، السلام عليكم. السلام. متى تطلب المرأة الطلاق؟ والله شيخ، في قاعدة عندنا أن قوة المرأة في ضعفها. قوة المرأة في ضعفها، يعني المرأة القوية هي التي تستعمل الضعف مع زوجها، يعني ما تستعمل العنف الشدة، لا، تستعمل اللين، لأن لو استعملت اللين غلبت الزوج، وإذا استعملت الغلظة الشدة غلبها الزوج. هذا باختصار. فالمرأة القوية، القوية هي التي تستعمل ضعفها مع الزوج، ما تستعمل القوة. فقوة المرأة في ضعفها. أي نعم، أن تتدلل على الزوج، تقول له مثلا، هي لو أرادت منك شيء تأخذ بإذن الله، لكن بماذا؟ بإذن الله، بضعفها. أي نعم، قالت يا زوجي وأنت كذا وأنت كذا وأتعبناك وأثقلنا عليك، لكن تحمل كذا. هذه قوة المرأة. إذا قوة المرأة في ضعفها، فإذا استعملت القوة كانت ضعيفة. فعندما تقول المرأة طلقني وكذا، هذه معناها أنها ما سارت على القوة التي عندها. القوة التي عندها هي الضعف. إذا كانت ضعيفة غلبتها الزوج بإذن الله. يعني يا شيخ، اللي تبي توصله للنساء، أيوة، أن لا تغضبون مع أزواجكم. طبعا، بالعكس، قولوا لهم الكلام اللين. أي نعم، لأن باللين نعم تصل، بالقوة لا تصل أبدا، بل بالعكس يعني تهدم. نعم، حتى الله قال حق موسى عليه السلام، قول حق فرعون قول لين. إيه نعم، لكن وأزواجكم ترى مو هم فراعنة. المرأة هي تعرف إذا أرادت شيئا من الزوج كيف تأخذ، بس هي تعرف. نعم، هذا عملها أصلا. نعم، الله يجزاك خير يا شيخ.